عكس الكلام اللي كتبه الاستاذ عمرو اديب، الاستاذ الجميل اللي انا بحبه على المستوى الشخصي، محمد محفوظ، قال لا. وطبعا زملكاوي جدا الاستاذ محمد، قال لا يا جماعه الموضوع مش موضوع حظ. تعالوا نسمع الاستاذ محمد محفوظ قال ايه بالصوت والصوره. من امبارح الى الان وكانه في غيبوبه كمشجع زملكاوي نتيجه المباراه اللي حصلت امبارح. مش عارف ايه الاصرار وايه العزيمه وايه التحدي وايه الروح الجباره اللي موجوده عند لعيبه وجماهير النادي الاهلي. ايه الفريق اللي دايما رافع راس جمهوره بالشكل ده؟ لاخر دقيقه مغلوب لسه 3 دقايق والمباراه تنتهي ومغلوب 1-0. خلاص الانسان ممكن يوصل لمرحله للياس والاحباط ويسلم نمر زي ما بيقولوا، لكن في اصرار وفي تحدي وفي عزيمه. لسه 3 دقايق والاهلي يجيب جولين ويفوز بكاس مصر. وتقريبا والله اعلم دي ثقافه موجوده عند لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، لان سنه 84 نفس القصه بالظبط في نهائي كاس مصر والمصري البورسعيدي متقدم 1-0 ولسه ربع ساعه، ويقدر النادي الاهلي يفوز ايضا 3-1. فتقريبا والله اعلم فريق عارف دايما ان في هدف وفي اصرار وفي تحدي وفي عزيمه وعدم الياس، في اخر 3 دقايق يجيب جولين. بنقول يعني شكرا يا استاذ محمد على كلامك، بس يعني انت اكتشفت الكلام ده متاخر. النادي الاهلي طول عمره كده. النادي الاهلي يعني اكيد انتوا طبعا مع كل احترامي، وانا عندي صحابي كتير قوي زملكاويه، يعني هم عارفين النادي الاهلي يعني ايه، بس طبعا فريقهم اكيد طبعا بيخافوا على فريقهم وبيحترموه ونفسهم طبعا يبقى زي النادي الاهلي، لكن الموضوع النادي الاهلي لا، موضوع كبير قوي 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 قوي، كله هيعرف قيمته بعدين. دي الناس تطلع تتكلم باللي شافته، تتكلم في فعلا كلام يستحق ان هو يقال، وطبعا احنا بنقول طبعا اكتر من كده بكتير وبنقوله من قلبنا، هو بيتكلم الراجل طبعا من قلبه، لكن في ناس للاسف للاسف الشديد استفادوا من النادي الاهلي، ويعني استفادوا كتير قوي من النادي الاهلي، وبالرغم من كده ممكن يطلعوا يتكلموا عليه، وفي ناس مش فاهمه بتطلع تتكلم محسوبين ان هم اهلاويه، لكن طبعا الاهلاويه الحقيقيين والناس مختلف المشجعين اللي بيشجعوا انديه ثانيه عارفين يعني ايه قيمه النادي الاهلي. اللي قلت لكم ان احنا مهما نتكلم يعني عن النادي الاهلي ونتكلم على انجازاته وبطولاته وحجمه وكيانه وجمهوره وادارته وعماله، حاجه مفخره لاي حد بينتمي للنادي الاهلي. يعني تعالوا نشوف كمان الزميل العزيز هاني حتحوت قال ايه على ملك الدقائق الاخيره اللي هو النادي الاهلي. يلا. موسم الكره المصريه 2016 2017، وبالاكسترا تايم يتوج الاهلي ببطوله الكاس للمره 36 في تاريخه. لا تحتفل حين تتقدم على الاهلي، احتفل فقط حين تفوز على الاهلي. بينما كان الكل يتاهب لاعلان المصري بطلا للكاس للمره الثانيه في تاريخه بفضل تقدمه على الاهلي في الدقيقه 102 من مباراه النهائي، انقلبت الايه. فلا تامنن غدر الكره، او عفوا غدر الاهلي. هدفان في الدقيقتين 116 و120 امنا للاهلي لقبا غاب منذ 2007، وثنائيه دوري وكاس للمره الثالثه عشره في تاريخه، او ربما المره الرابعه عشره في تاريخه. أخطاء الماضي تتكرر من جديد في المصري البورسعيدي. في عام 1984 سجل حسام غويبة هدفا للمصري في شباك أحمد شوبير قبل ربع ساعة من نهاية مباراة الكأس، تحديدا في لقاء النهائي. لكن هدفا لعلاء ميهوب في الدقيقة 90 أيضا فرض شوطين إضافيين سجل فيهما ميهوب نفسه وخالد جدالله هدفين آخرين ليتوج الأهلي بالكأس. وبعد 33 عاما عبد الله بيكا يتقدم للمصري، وعمرو جمال واحمد فتحي يردان بهدفي التتويج. لا تحتفل، لا تتشتت، لا تسرح، لا تفترض انتهاء المباراه، لانها امام الاهلي لم تنتهي بعد. الاهلي حتحوت ما عندوش مستحيل. الاهلي هو المستحيل. فعلا الاهلي هو المستحيل. انا عايز اقول لكم على حاجه، الاهلي بيفرح كل الجماهير يا جماعه. بنسب طبعا. يعني الاهلي بيفرح جمهوره بنسبة كبيرة جدا، بنسبة مثلا 90% لما بيكون كسبان، وبفرح جمهور الخصوم لما بيكون خسران. يعني الأهلي هو مصدر السعادة الوحيد حتى وهو خسران. نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام، كابتن ياسر ريان، كابتن ماهر همام. فاصل ونواصل، استنونا.